السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية سكيكدا اللي نتعرف على هذا الحي السكني الجديد في بلدية الحدائق بإذن ولاية سكيكدا، واللي يظهر أنه رغم العلو تاع العمارات فالحي يبدو جميل وفيه تهيئة متكاملة، يعني فيه حي متكامل. إذن نخليكم تتابعون وتتعرفون على هذا الحي السكني الجديد في بلدية الحدائق بولاية سكيكدا. نترككم إذن في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.